عليكم حبيباتي، اهلا وسهلا بكم في القناة تاعي داليما كويزين. ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم بخير بصحة جيدة. حبيباتي اليوم مع هاد البرد واش حندير لكم، يعني حاجة حارة محجوبة البرنوس حارين تاع الشوية، نحيي الشوية صحاب البارود. هنا حبيباتي واش عندي؟ عندي هاوليك سميد رقيق، هاوليك سميد رقيق تاع ماما، ما تشريوش بالميزان، شريو خير هكا يعجن، يعني نضمن لكم 100%. وهنا عندي 3 حبات حار، هنا عندي 3 حبات طماطم قشرتهم ونحيت لهم هذيك الزريعه، وهنايا عندي، ومن بعد نعطي لكم شحال اللي درت الميزان ومن بعد نوزنه لكم، وثلاثة حبات يعني سنينات ثوم كبار، والبصل هذا يجيكم بنين في وقته دركا، وعندي الملح دوك هادو نحيهم دكوتي فوالا باش ما يجينيوناش، باش نعطيكم برك المقادير على ضربه. كنت عاودتو عليا كيفاش نديرو هاد العجينه، نخلطها ونخليها ترتاح، انا نحب نخليها ترتاح ساعه هكاك لو طون باش تطلق الجلوتين تاعها كي اللي عجنتو، باش ما نطلبش بزاف. هنا حندير، هنا كاين هنا 2 كيلو، انا حندير كيلو، يعني على بالي بلي هذا هو العشاء تاعي. زدت الملح، نتوما ديروا على حساب الذوق تاعكم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هاني نبداو، راكو تعودتوا عليا كيفاش ندير المحاجب تاوعي كيف كيف هكاك، نخلطهم نديروهم يابسين. لاباط برك حبيباتي باش يجيكم هايل، توجو ما ديروش جاري، هاي ليك. هاوليك دوك بعد ما نخلطو بيان، وانا ما نعجنوش دوك حبوباتي، هانا دوك نغطيه بالساشي هانا هكذا، ونغطيه ونخليه هكا مدة ساعة ولا زوج. هانا نحط دوك هذاك البصل، نوجد هاد التكتوكا طيب، يعني سهلة كما تعرفوا طيب التكتوكا، البصل والطماطيش. وشنو برك ما وريتلكمش توابل، توابل دوك نقوله لكم باش ما يجيش فيديو بزاف طويل. في حبيباتي شويه فلفل عكري، شويه طماطيش تاع المعلب، يعني طماطيش تاع البواطا، وشويه فلفل اسود، وشويه الكسبر تاع البودره، والهريسه اللي يحب الهريسه. انا واش حبيباتي ندير له، ماشي هريسه، دوك نوري لكم واش درت، نعطيها لكم هذه ثاني السر. انا ما قبل ما نجوز دوكا لهنا، هاوليك مصريين يقولوا لها الشطه، وانا درتها هكا حاره، هايليك من هذا النوع، غسلته كاع نقيته، خليت غير زوج باش البلاره تاعي تبان لي. هاوليك نوري لكم رحيتو فديك تاع القهوه، هاوليك باش تشوفوا يعني واش درت. ندير تاني شويه من هذا وشي من هذاك الحار الخضر، ممكن ديروا يسمى شطيحة بطاطا ولا شطيحة دجاج، يجي بزاف فور، ريحتو هايله كومسا هكذا. نتوما تاني حيوه غسلوه من الفوق، يعني شلو هكا برك ونحيوه، خليوه ينشف فوق بابي سويت ولا طرشونه، ومن بعد كي شعلوا الكوشه طفيو لها، دخلوا لداخل باش يجيكم يعني ساهل بالخف ترحيوه. هاوليك هكا درت في البلاره، كي زحق شطيحة ولا في العصبان ولا هكا دوكا في هاد المحجوبه هكا. حبيباتي دوك نكمل هذا البصل، هايليك يجيكم حارين، هادي تاع الشويه نحييهم. يعني هاد الاكله تقليديه هذا، خليت شويه من هذاك الخضر باش نزيدو يجي بنين، يعطيكم بنه ولا اروع. هذه بلا لحم، يعني اقتصاديه وبنينه، وسوتو مع هذا البرد.
هذه هي نكمل حبيباتي وحدي. وهاد التوابل اللي قلت لكم ندير شويه من هذا، شويه من الكسبر تاع الحب الحب سمحوا لي، وندير ثاني شويه فلفل اسود والطوماطيه معلب، الطماطيش معلب يعني تاع البيض. هذا ما ندير والملح، هذه هي يعني فوالا. هنا راح ندير فلفل اسود شويه برك ما نكتروش، هكذا هاوليك. هنا درنا البصل، فلفل حار، طماطم تاع الحب حيت لها زريعه وقطعتها صغار هكذا بزاف صغار هكذا، والثوم هذه هي مرابيتها. ودوكا ثاني حنزيد نكمل التوابل تاعي، شويه الكزبر تاع الحب هاوليك، ندوكا شويه شويه ونزيد قلت لكم من هذاك الحار هاوليك اللي درتو طحنتو في الدار، لازم يجيو حارين هكذا ما نقطعش بزاف تاني يخنقوا. ونزيد فلفل عكري هكا قستاني مغرفه، حندير كلش التوابل دركا ونخليه يطيب، وندير هكا مغرفه كعشة تاع الطوماطيش تاع البواطا هكذا حبيباتي. ودرت الملح خلاص، يعني هاد البصل علاش ندير دوكا كلش، خاطرش هذاك البصل ما يطولش هذا يطيب، نطيبو غير بالعقل ما نديرلوش الغطا سينو يطلق لي الماء. والطوماطيش هذه كي طيبوها مع هذا البصل ما طرابيوهاش، تقطعوها تقشروها وتقطعوها كي يكون هذاك البصل مدور واش عليه طرابيوها هكذا. وكي طيب لنا هاد التكتوكه تاعنا لازم تكون لاصوص تاعها خاطره، كيما اللي درت لكم هذاك تاع بنفور تاع بسكره، لازم يطيب لنا ولاصوص تاعو تكون عاقده باش كي نديرو هذاك العجينه تاعنا تاع المحجوبه ما تشمخلناش. هذا هو الاسرار تاعو حبوباتي، ونتلاقاو من بعد كي نبداو نفاصونيوهم ان شاء الله. فوالا راني بديت دوكا، راني درت هنا وحده في الطاجين باسكو سخون لي الطاجين، بعد ما سخن نقص له مليح، ودوكا كي نشوفو لا مخصوص في النار نزيدلو شويه هكذا، نحلوها اوفان يعني بيضاوي كيفاش يقولوا بالعربيه بيضاوي ونمشي كاع للحواف هادو باش ما يجيونيش خشان. انا ديجا شت معايا درت تشخشوخه درت لاباط تاعها كيف كيف لمام، انا درتو بسميده كنت عارفه كيفاه هكذا. دوك نمشي هكذا ما نجبدش بزاف لهنايا باسكو بعد نرفدو من التم هكذا، جبد توجور في لي كوتي باش ما تجينيش خشينه لاباط هايليك. دوك نسيت سمحولي كي درت هذيك وحده طابت لي حندير عليها تكتوكه، وهاد التكتوكه هنا لا بروميير فوا ما نديرش بزاف، ندير غير مغرفه وحده نمشيها باسكو سينو حتتقبلي توجور الاولانيه ما نكترولهاش البصل هايليك هكذا. بعد نرفد هادي هايليك، واش ما جبتهاش من الكوتي تاعي باش نرفدها هكذا باش تعاوني هايليك فوالا هايليك. نسيت ما قلت لكمش من قبيله هادي تاع يعني تاع تكتوكه، هما نورمالمون يديروا لها ديك الشحمه نقولها الشحمه القديمه هي ديك اللي يملحوها كيما القديد، انا ما درت لهاش يعني ولادي ما يحبوش بزاف. دوك نسيي نقلب بسم الله بالكم برك تحركوا حبوباتي. دوك نزيد هنايا البصل هايليك، نزيد التوزيام، انا دوكا ندير ثلاثه مغارف ما نكثروش على ثلاثه مغارف باسكو سينو يجيكم يتكسر تتقطع لكم وما تقدروش ترفدوها. انا حندير غير خمسه طبقات ما نكثرش، كاين اللي يديروا حتى 12 ما يجي بزاف تقهم، انا نقصت نتوما تحبوا ديروا هكا 10 7 12 هايليك. نمشي على الحواف بصح ما نمشيش حتى وين يتخرج لي هذاك البصل فوالا هايلا هاكو شفتوها. دوك نبدا تاني نحل
ندير شويه الزيت في يدي عندي فوالا. وين دخلت الفيديو تاعي يا حبوباتي؟ عجبها الفيديو تاعي فرحني باللايك يعني لي جام وتابوني باش يبقاو يوصلكم لي فيديو تاعي. وماذا بيا تفرحوني بلي كومونتير تاعكم هكا باش انا ثاني نمد لكم لي غوسات لحبيباتي خياتي بناتي سكراتي. هاوديك نمشي كاع هكدا فوالا تشوفوا بيان لي كوتي هادو باش سي تري امبورطون هاد لي كوتي هادو. وما هنايا ساهل كي نجبدوهم بعد نجبد هاني ليك فوالا. ها هادي هي الثالثه فوالا. وتوجور نعاونو روحنا بهادي كي تبدا تتقاس يما ما تقدروش ترفدوها. نبدا هكا شويه نشوف لا راهي تحمرت ولا ونقلب. نزيد لكم هذا الرابعه هاد سميت بزاف هايل ما شاء الله يعاون مليح مليح. هكذا انا نقول بقبليه نمسل يعني بعد نبدا نزيد فيه الزيت في يدي هكذا نمشي مليح مليح على الحواف هادو. هكذا نخدمو بزوج يدين ولا بوحده واش ما تعبصوش حبيباتي دكليسي غير هكا هكذا. ونزيد نقلب انا على بالي بلي طابت لي سي با لاكور. نشوف واو قطعه كارنيشون. دوك نزيد تشوكه هاديك وحده زوج ثلاثه هايلين حارين سخونين مع هاد البرد هذا ما يليق. فوالا هكذا دوكا نرفد. هنا شتو مازالو شويه خشين نزيد نمشي باش نضمن بلي ما راهيش خشينه هنا في لي كوتي. دوك نرفد هايليك سهله في الخدمه ها. فوالا هكا حبوباتي نكملهم دركا وتشوفوهم ان شاء الله في طبق التقديم. هاي ليك بعد ما طابت لي نستعينو بهاد الزوج باسكو سخونه سينو تشوطو هكذا فوالا ونرفدها. هاهم ليك حبيباتي رانا كملنا محجوبه البرنوس حاره يعني الله الله شاهدكم في الجنة يعني للناس الشوية. هذه هي هذيك حبيباتي كيفاش جاتني هاوليك كيفاش يديروها هايليك ها تجيكم هايلة كتشوفو ورق ورق هاوليك شاهدكم في الجنة حبيباتي. هكا هما كياكلوها زيدو قسموا على كاع على زوج ويقلبوها يديروا لها هكذا هايليك هكذا الله الله شاهدكم في الجنة حبوباتي. وهنا يعني بقالي شوية البصل خليته الغدوة وهنا زدت لهم شوية المحاجب باسكو مسمن بليتو ماشي محاجب خاطرش وليدي الصغير ما ياكلهمش هكا بالبصل حارين ما يحبش حاجة حارة. يبا درت هكا شوية شربو بهم قهيوة وبنطو هذاك وليدي يعني ماشي صغير صغير عويدق جان لا جنس. هاوليك حبيباتي ان شاء الله ولا عجبكم الفيديو ديروا لي جام وبارطاجيو لي. وحبيت نشوف التعليقات تاعكم كما يقولوا المراركة الزوينين الهايلين. صحة والراحة حبوباتي بارطاجيو لي حبوباتي الله يحفظكم صحة والراحة.